والدي يبلغ من العمر 90 عاما، وهو تارك للصلاة، وعندما أدعوه لأدائها يقول إنني معذور بسبب سلس البول. فأبين له أن هذا ليس عذر، وبينت له الأصول التي ينبغي اتباعها. كان والدي سابقا يصلي بشكل متقطع، وأخلاقه فيها غلظة مع زوجته وأولاده، ولا يحسن التصرف في حياته، ولكن عقله لا يشوبه شيء. لم يكن قد حافظ على صلاة الجماعة، يدعي الإيمان والعلم، يذكر الله كثيرا حينما يأوي إلى فراشه. ما هو حكمه كمسلم، وما هي علاقته بأولاده والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حال هذا الرجل سيئة، لأنه مضيع للصلاة، ومن ضيع الصلاة فليس له حظ في الإسلام، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وختام عمره بالتوبة والمحافظة على الصلاة. والتوبة يغفر الله بها من سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعليه أن ينتهز فرصة بقية عمره، قد لا يكون بقي له إلا القليل في علم الله، فعليه بالمبادرة إلى التوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات وسؤال الله وعليه بسؤال الله حسن الختام والوفاة على الإسلام. أما إذا بقي على هذه الحال الذي ذكرتها، لا يصلي إلا متقطعا فيما سبق، والآن لا يصلي أبدا معتذرا بسلس البول، فإنه في هذه الحال ليس على دين الإسلام، ولو مات على هذه الحال لمات غير مسلم. إلا إذا كان يظن أن سلس البول عذر له في ترك الصلاة لجهله، فقد يدرى عنه الكفر بسبب جهله وظنه أن من عليه سلس البول لا تجب عليه الصلاة، لكن هذا زال ببيانك له، فأنت بينت له أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله. الذي به سلس البول يتوضأ، يستنجي أولا، ويضع حافظا على ذكره من تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، ويعمل عند كل صلاة مثل ما عمل الصلاة التي قبلها من الاستنجاء والوضوء والصلاة في الحال، ولا يجوز له ترك الصلاة. فإذا تبين له هذا وأصر على ترك الصلاة فإنه يكون كافرا لزوال عذره. الحاصل أن الأمر خطير جدا، عليك بالمبادرة بحثه على التوبة وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، تذكيره بالموت وأنه كبير السن، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة لأجل أن تدركه منيته وقد تاب إلى الله وحسنت خاتمته، يكون من أهل الجنة. أما إن بقي على هذه الحال، خصوصا بعد زوال الجهل عنه، تعمده للاستمرار على ترك الصلاة، فإنه غير مسلم. وإذا مات على هذه الحالة فإنه يموت على غير الإسلام، وذكره لله بلسانه لا يفيده شيئا ما دام أنه مضيع للصلاة، لأنه على غير دين. والكافر لو فعل ما فعل من الأعمال والأقوال الصالحة فإنها لا تصلح صح ولا يثاب عليها، لأنه لم يبنيها على أساس صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يستعين بأناس آخرين؟ لأن النصيحة من الأقارب في الغالب ما تكون لها آثار أخرى في الصلاة. نعم، يستعين بأقاربه وبغيره وبطلبة العلم. طيب. لعل الله أن يهديه اللهم ويسمعه شيئا من كلام أهل العلم.